انتصاراتها عمر 3 سنوات. إذا اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية في العاصمة الرياض في 8 أشواط هذا المساء. الجهاد الرابحة من 0 إلى انتصار عمر 3 سنوات على مسافة 1400 متر. سريعا إلى المسار الداخلي واري ابن فريس ديفنس مع رودريغيز خوزيه، بينما المطاردة قادمة من جناح الدعية في ثاني المراتب وكذلك تدريبي من المسار الخارجي من خلف يظهر مانسيلو في المرتبة الرابعة وكذلك باستاين في المرتبة الثالثة بالتحاذي والقدوم من قبل العتيبي في 5 المراتب وكذلك من المسار الخارجي هنالك بعيدا تشمر يبدأ في المرتبة الأولى يواري مع رودريغيز خوزيه. المطاردة هنا في ثاني المراتب في أولى المنعطفات في هذا الشوط لتدريب الذي يتقدم مع أليكسيس مورينيو. تشمر تبحث عن مسار وكذلك القدوم من جناح الدعية. العتيبي أيضا يبحث عن مسار وباستاين من المسار الداخلي لا يزال يواري يتقدمهم. جناح الدعية قادم مع جيمي كاريون بالمنعطف الأخير. صراع البحث عن تعزيز الانتصارات أو الانتصار الأول. العتيبي قادم من المسار الخارجي تدريبي يبحث عن مسار يواري يحافظ. جناح الدعية قادم هنالك من المسار الخارجي أيضا كاسر قادم. عصير السرحاني يبحث عن انتصاره الأول في المضمار السعودي. الوان فورلنج الأخيرة كاسر ابن دارك أنجل بشعار رفاعي صالة الغربان. تدريبات فواز الغربان والقيادة الموفقة لعصير السرحاني ولدا لهذا الانتصار، الانتصار الأول في المضمار السعودي. العتيبي في ثاني المراتب. إذن جياد إيرلندا كاسر والعتيبي في المرتبة الأولى والثانية. الكاسر بحضور أكثر من رائع وبتصنيف 79 ما قبل هذا الشوط يتجه إلى انتصاره الثاني. ألف مبروك للسيد رفاعي صنة الغربان.